نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. قبل ما نروح لماتش النهارده، رسميا لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لكره القدم قررت تعيين الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكما للساحه في لقاء الترجي والاهلي في رادس ان شاء الله يوم 19 يونيو. والحكم الزامبي سيكازويل اللي هو حكم لنا قريب في غرفة تقنية الفيديو اللي هي الفار. كويس؟ طيب. وماتش العودة إن شاء الله هنا في القاهرة تم تعيين الحكم الكاميروني أليوم نيان حكما للساحة في لقاء الأهلي والترجي في مباراة العودة يوم 26 يونيو بمشيئة الله. والحكم المغربي رضوان جيد في غرفة تقنية الفيديو اللي هي الفار. إن شاء الله ربنا يوفقنا بإذن الله ونعدي الدور قبل النهائي ونوصل للنهائي ويكون لنا بقى بعد كده كلام تاني بإذن الله رب العالمين. وربنا يوفقنا ويكرمنا ولاعيبة النادي الأهلي أو رجالة النادي الأهلي اللي عودونا في كل الأوقات وعبر كل السنين بإن هم دايما مصدر الفرحة والسعادة لنا. نروح بقى الماتش النهاردة. ماتش النهاردة مباراة ودية تجريبية. قبل ما نقول مباراة ودية تجريبية، واحد يقول لك الله هو انتوا بتشتكوا ان انتوا مرهقين ومجهدين وبعدين طالع من فترة فيها ضغوط وماتشات كتير واصابات وجاي تعمل ماتش النهاردة؟ طبعا، لان انا النهاردة ماتش ده مستر موسيماني عامله عشان يشوف مستوى بعض اللاعبين اللي هم جايين من اصابة طويلة، زي مثلا محمود متولي اللي رجع التدريبات من بقاله فترة كبيرة جدا ما بيشاركش. يعني الإصابة كانت طبعا رباط صليبي لو حضراتكم فاكرين، وكمان تجربة بعض اللعيبة في بعض المراكز اللي ممكن أنت تحتاج لها الفترة اللي جاية. يعني أنت مثلا عندك الماتش اللي فات وقع منك اتنين. نتمنى إن هم يرجعوا بسرعة إن شاء الله. بس عندك مثلا محمد هاني جات له العضلة الأمامية. فأنا دلوقتي أنا كمستر موسيماني هقعد أفكر، طيب العضلة الأمامية دي ممكن يلحق وممكن ما يلحقش، ممكن يلحق وممكن ما يلحقش. هي ما بتبقاش 50-50 عشان بس نكون صراحة معاكم. لا، هي بتبقى مثلا 70-30 أو 75-25 إن هو يلحق 25-30%، لأن العضلة الأمامية بتطول شوية. فهو أنا كمستر موسيماني عامل ماتش مع فريق من الدرجة الثالثة مع احترامي لمصر التأمين. مفيش حاجة بقى درجة ثالثة ودرجة ثانية ودرجة أولى، أنا بقول لك مع احترامي لمصر التأمين. فرقة مصر التأمين النهاردة. أنا بشوف بعض اللعيبة اللي أنا عايز أديهم الفرصة كانوا ما بيلعبوش الفترة اللي فاتت. كويس؟ غير اللي هم طبعًا كانوا مصابين من فترة زي محمود متولي. هديهم الفرصة النهاردة وأبص عليهم. هو الماتش يعني نقدر نقول تقدر تقول متوسط القوة. أو أقل من متوسط القوة، ولكن دي فرصة إن أنا أشوف فيها بعيني المجموعة اللي هي ما بتلعبش والمجموعة اللي هي كانت بعيد فترة كبيرة جدا. فكل ماتش ليه هدف. كل ماتش ليه هدف. هو استعداد لماتش الترجي في الدور قبل النهائي؟ هقول لك استعداد. ليه استعداد؟ مش عشان قوة الخصم أو ضعف الخصم. لا، أنا عايز أبص على اللعيبة اللي بقى لها فترة ما بتلعبش. أنا عايز أبص على بعض اللعيبة اللي كانت قاعدة على الدكة. أنا عايز أقول حاجة بمناسبة الدكة. دكة النادي الأهلي لو ما كانتش قوية الفترة اللي فاتت ما كانش النادي الأهلي فضل مكمل. أنا بقوله ليه؟ عشان الناس إياهم اللي بيقعدوا يقول لك النادي الأهلي محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، ومحتاج في خط الظهر، ومحتاج في خط النص، ومحتاج في خط يا راجل. يا راجل يا مفتري، ده انت ماتش غاب عنك ثلاث لعيبه، اتعادلت مع فرقه بتلعب 10 لعيبه. ماتش غاب عنك ثلاث اربع لعيبه، اتعادلت مع فرقه مع احترامي لجميع الفرق بتلعب ب 10 لعيبه. وقعدت مبررات وانا مش عارف بيها تعمل فيا ايه، وانا ما بنعملش احنا كده، احنا ما بنعملش كده. احنا بنبص الفتره دي. انا عجبني جدا كابتن سيد عبد الحفيظ لانه خد قرار امبارح للعيبه النادي الاهلي. مفيش زور في الاعلام الفتره اللي جايه، مفيش زور في الاعلام. ركز، خلي بالكوا، احنا بتتكلم عن ماتش كمان
16 يوم، كمان 16 يوم من دلوقتي. كابتن سيد حفيظ قال ركز في الماتش، ركز في الماتشين الجايين، ركز في الماتشين الجايين، لان الماتشين الجايين دول يحسموا بطوله ان شاء الله نحسمها بعد كده في الدور النهائي باذن الله رب العالمين. عجبني جدا 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 جدا. عجبني كمان تصريح قبل ما انسى، قبل ما انسى، يعني بص تقف احترام للكابتن وليد سليمان، تقف احترام للكابتن وليد سليمان لعيب النادي الاهلي من غير ما يقول الكلام ده. انا الراجل بقدره كلاعب كوره، كشخصيه، لعيب ما بيعملش مشاكل، العب العب ما تلعبش ما تلعبش، ده ساعات بينزل يلعب دقيقتين. مره السنه اللي فاتت نزل لعب، او يمكن اول ما مستر موسيماني جه نزل لعب مش عارف 4 دقايق راح جاب جول، ما اتكلمش ما بيقولش حاجه، العب العب، اقعد اقعد. قال كلمه، قال جمله حلوه قوي، بس دي جوانا كلنا، جوانا كلنا. قال لك اللعيبه بتاعت النادي الاهلي دي كلها قبل ما تبقى لعيبه دول مشجعين للكيان، دول مشجعين للكيان، مشجعين للنادي الاهلي العظيم. قبل ما نبقى لعيبه في النادي الاهلي احنا مشجعين، احنا كلنا كده من ايام ما كنا لعيبه وبعد ما بطلنا احنا مشجعين كلنا. فما بالك بقى بان هو بيقول لك ايه، اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي في النادي الاهلي دول في الاساس مشجعين، عشان كده لما بينزلوا الملعب حتى لو هم مش قادرين. ده انا في فتره من فترات، طبعا حضراتكم كلكم بتشوفوا، في فتره من فترات تحس يا عيني ان عمرو السوليه وقفشه وايمن اشرف مش قادرين، محمد هاني مش قادرين، ولكن بيدوسوا على نفسهم، بيدوسوا، اللي بيزك واللي بيرجع مش عارف بيزك على رجله عشان يلحق يدافع عن الجول وبعدين يطلع قدام عشان يكمل، مش قادرين. بس ده حب الكيان، ده حب الكيان اللي بيتكلم عليه الكابتن وليد سليمان. فماتش النهارده فرصه للبعض اللي هم على الدكه، وفرصه لبعض الصاعدين لتجهيزهم في ظل اللي هيتعرض له الاهلي من ضغط مباريات الفتره اللي جايه بسبب المؤجلات، المؤجلات كتير، والاهلي اكيد هيغيب عنه طبعا لعيبه دوليين مع منتخبات بلادهم في الدوره الاولمبيه، يعني بدر بنون مثلا منتخب المغرب المحليين مش هيبقى موجود، اليو ديانج مش هيبقى موجود، هيبقى موجود مع منتخب مالي، والتر بواليا هيبقى موجود مع منتخب الكونغو، علي معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس، وكمان لعيبه المنتخب الاولمبي تحت قياده الكابتن شوقي غريب، ناصر ماهر، مصطفى شوبير، صلاح محسن، احمد رمضان، كل دول كل دول هيبقوا غايبين عننا، ولكن مكملين ان شاء الله، مكملين ومفيش مبررات. يبقى ماتش النهارده فرصه لمستر موسيماني يبص على اللعيبه دي، يشوف من غير ضغوط بقى، انا بقى بلعب ماتش ودي مع فرقه محترمه من الدرجه الثالثه. الراجل من ساعه ما وصل القاهره شهر اكتوبر اللي فات زي ما قلنا وهو في ماتشات متتاليه وضغوط وضغوط، بس ايه؟ ضغوط ببطولات، مش ضغوط شهر وبصرخ 9 شهور 4 بطولات. انا بسمي برونزيه كاس العالم بطوله، مش لاقي وقت، انا مش هقعد احط وداني لمين بيهاجم ومين يقول لك ده محتاجين كذا ومستر موسيماني مش عايز كذا، لا 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 انا مش هحط دماغي بالحاجة. انا ردي في الملعب، انا ردي في الملعب، ده شعار النادي الاهلي دايما، ردي في الملعب. اطلع من بطوله ابص على بطوله تانية. تقلت عليكم، كلمت كتير، هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار جدا، كابتننا الكبير عادل طعيمه وكابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي وكابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم وهدافنا الكبير كابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا بعد الفاصل.